يعطيكم العافية جميعا، معكم الدكتور رامي الخطيب. بداية برحب فيكم في هذا الفصل الجديد إن شاء الله، ونتمنى للجميع إن شاء الله فصل موفق والنجاح لكافة الطلاب. إن شاء الله راح تكون السياسة لهذا الفصل، راح يتم عملية تسجيل ريكوردات للمحاضرات، وراح إن شاء الله نعمل عملية مناقشة في وقت المحاضرة. يعني المحاضرة من الساعة 1 لتنتين ونص، راح نعمل ديسكشن تشات، فاللي عنده أي معلومة أي سؤال عن أي معلومة أنا حكيتها بالريكوردينج راح نفتح باب ديسكشن للجميع. إذا في نقطة مش واضحة مش مفهومة اسأل عنها، ولا تتردد بالسؤال عن أي معلومة أنت مش فاهمها، لأنه احتمال تكون سؤال بالامتحان. أنا اليوم وضعت السيلبس على الاي ليرنينج الجديد اللي هو وصف محتوى المساق، بالاضافه الى تشابتر 5 اللي ان شاء الله راح نبلش فيه اليوم. راح تلاحظ تشوف انه توزيع العلامات راح يكون عندنا فيست 25، سكند 25، والفاينل 50 علامه. فاللي عنده استفسار ان شاء الله بوجه لي على رسائل على الاي ليرنينج، وزي ما حكيت ان شاء الله راح نعمل تشات سيشن للديسكشن، واللي عنده اي سؤال يسأل. فعلى بركة الله نبدأ. راح نبدأ زي ما شفتوا بالموجود على الاي ليرنينج بتشابتر 5 اللي راح يحكي عن البيولوجيكال ماكرو مولكيولز اند ليبيدز، اللي هو عنوان التشابتر في السلايد الأول. الآن خلينا ننتقل لسلايد نمبر 2. It talks about the molecules of life اللي هي جزيئات الحياة. All living things are made up of four classes of large biological molecules. لاحظ كلمة large biological molecules، هاي كلها بستغني عنها بكلمة واحدة اللي هي اسمها macro molecules. في عندي macro وفي عندي micro. macro it means big large. فنشوف تعريف او large biological molecules اللي هم تحت اربع انواع: carbohydrates اللي هي الكربوهيدرات، lipids دهون، proteins and nucleic acid اللي هي الاحماض النووية وليس الأمينية. Macro molecules زي ما حكيت are large molecules. They are huge, big and are complex. فكل ما كانوا large و big فبكونوا معقدين. Large biological molecules have unique properties. لهم صفات مخصصة محددة فيهم. That arise from the ordinary arrangement of their atoms. فبناء على ترتيب الذرات الموجودة فيهم راح يكون لهم خصائصهم الخاصة. يعني for example if you say the name خالد، خالد خاء ألف لام دال، فخالد له خصوصيته بالاسم بالأحرف الموجودة فيه، غير لما زي أحكي مثلا عبد الرحمن for instance. فبناء على ترتيب الأتومز ترتيب الذرات تعطيه unique properties. Move on to slide number 3. هذا السلايد إن شاء الله I will explain it later on. This is representing a schematic diagram for a protein. راح نتعرف على الأجزاء إن شاء الله لما نوصل ونحكي عن the protein as a large macromolecules. The same thing for slide number 4. راح نحكي عن the structure of a protein. ودائما في قاعدة معروفة إنه based on the structure we can decide or predict the function of a molecule. أو in this case for a protein. فهي إن شاء الله later on we will talk about it in details. فبداية الشابتر إن شاء الله راح تكون ب concept 5.1، ودائما خليك مرتبط بالسيلبس اللي أنا حطيت لك إياه على ال e-learning، لأنه هو الماب جايدلاين إلك، فراح تعرف شو اللي داخل معك بالامتحان من اللي شو مش داخل. فهذا ال concept 5.1 راح تشوف إنه أساسي وجزء أساسي من المادة اللي لازم تكون عارفها. بتحدث عن الماكرو مولكيولز are polymers. poly معناها متعدد. polymers معناته في إشي متعدد، في إشي مربوط بإشي مربوط بإشي، فبعطيني متعدد هذا الإشي. built from monomers. mono معناها واحد أحادي. poly متعدد. فأنا بجيب أحادي بربطه مع أحادي مع أحادي مع أحادي، فبصير اسمه بالحالة هاي poly. لذلك شو عرف لي البوليمر؟ is a long molecule عبارة عن جزيء طويل consisting of many similar building blocks
بين قوسين مونيمرز. هو عبارة عن جزء طويل مكون من أجزاء أساسية وحدات بنائية منفردة مربوطة مع بعضها البعض. The repeating units that serve as building blocks are called monomers. فهاي الجزيئات هي تسمى المونيمرز. ويوجوالي اي جيف ذا اكزامبل اللي هي المسبحه اللي بنسبح فيها، هي عباره عن بيدز اللي هي الخرزات، فكلها على بعضها شو انا بسميها؟ مسبحه، اللي هي عباره عن بيدز ار جوينت توجذر، هي عباره عن الخرزات اللي بتكون جنب بعضها البعض. فالمسبحه كامله اي كول ات بوليمر. البيدز بهاي المسبحه اللي هي الخرزه، كل خرزه لحالها بسميها مونيمرز. الآن لما نيجي نحكي عن البوليمرز تحديدا، في عندي 3 major classes. إذا بتلاحظ بالسلايد اللي قبله اللي كان بسلايد نمبر 2 حكى عن large molecules وحكى عن 4 classes. هلا لما نحكي عن البوليمرز، البوليمرز we are talking about 3 main classes اللي هم carbohydrates, proteins and nucleic acids are polymers. معناته في عندي class ناقص اللي هو ايش؟ الليبيدز. فالليبيدز they are large molecules but they are not polymer. For instance if you see something in the exam, all of the followings are polymers except، فراح يكون الجواب lipids اذا اجاك بالصيغه الكامله. او sometimes we give، بس نمشي ان شاء الله بالشابتر شوي لقدام، راح نعطيك examples على الكربوهيدرات، examples على البروتينز، على النيوكليك اسيدز، على الليبيدز. فبكون جايب لك انا بالسؤال example على الليبيدز، فبالحاله هذه بتعرف انه هذا الليبيد وبالتالي it's not a polymer. Move on to slide number 6. The synthesis and breakdown of polymers. دائما الحياه مكونه اللي كنتوا تاخذوها بالمدرسه بسموها عمليات الايض، اللي هي الميتابوليك mechanisms in the living system، اللي هي مكونة من synthesis البناء and breakdown of polymers اللي هو عملية الهدم. فكنا ناخذ بالمدرسة الهدم والبناء. حتى يصير عندي هدم أو بناء we have to have essential molecules they are called enzymes، اللي هم عبارة عن specialized micromolecules بين قوسين proteins most of them that speed up the chemical reaction. فهذا بعطيني الفانكشناليتي تبعت الانزيمز او الوظيفه تبعت الانزيمز اللي هي speed up chemical reaction، اللي هي تسريع التفاعلات الكيميائيه such as those that make or break down polymers. ففي عندي انزيمات للبناء synthesis، في عندي انزيمات للهدم breaking down. الان بدنا نعطي هذول العمليتين اللي هم breaking down or synthesis of molecules بنسميهم أسماء أخرى. ففي عندي الآن two reactions، واحد بسميه dehydration reaction، الثاني بسميه hydrolysis reaction. ف we have to know the definition of each، لازم نعرف تعريف كل واحدة. دائما بس تشوف كلمة D بالبيولوجي it means removing taking out نزع. فديهايدريشن هايدرو ماء، ديهايدريشن فأم ريموفينج ووتر أنا بنزع المي. شو تعريفها؟ occurs تحدث when two monomers bond together. bond يعني joined يعني التصقوا مع بعضهم البعض. فبالحالة هاي I'm talking about synthesis عملية بناء، لأنه أنا جبت جزيئين مونيمرز وربطتهم مع بعضهم البعض، زي ما حكيت لك قبل شوي على مثال المسبحة، أنا جبت الآن خرزتين وحطيتهم بجانب بعضهم البعض وربطتهم مع خيط النايلون. Together through the loss of water molecule، وحط خطين تحت كلمة loss اللي هي من إجت سبب تسمية dehydration. دي نزع، معناته أنا خسرت the loss of water molecule. فدائما وابدا لما انزع من اي تفاعل المي معناته انا ببني، معناته انا بدي اجيب مونيمر بجنب مونيمر وابني حتى ابلش اكون البوليمر. الان عكس الديهايدريشن عكس السينثيسيس عكس البناء اللي هو الهدم، بوليمرز ار ديس اسمبلد تفكك تو مونيمرز باي هايدروليسيس.
هايدروليسز زي ما حكينا كلمة هايدرو ماء، ليسز تفكيك، فهي التفكيك بواسطة إضافة الماء. A reaction that is essentially the reverse of dehydration، هو عكس الديهايدريشن. الديهايدريشن حكينا نزع للمي، معناته هذا بكون adding water molecule، إضافة الماء. الآن سلايد نمبر 7 بشرح لي بالرسم شو التفسير للتو رياكشنز. فبلاحظ بA dehydration reaction أو شو سمى synthesizing a polymer، معناته أنا بعمل عملية بناء. فلاحظ كان عندي short polymer consists of 1, 2, 3 شو بسميهم هدول الخلازات؟ monomers، مربوطين مع بعضهم البعض. الآن أنا بدي أجيب monomer رابع بدي أضيفه لهاي الشورت بوليمر، فأنا بدي أضيف، معناته أنا بدي أبني، معناته كلمة بدي أبني I need to remove water molecule from this reaction so I can join the fourth monomer to the three monomers forming the short polymer. فبالحالة هاي بصير عندي another short polymer مكون من four monomers. فلاحظ السهم يشير إلى نزع الماء، أنا I remove water. فمباشرة بس أشوف هاي العملية بعرف إنه هاي this is a dehydration reaction, a synthesis reaction أو عملية بناء. على النقيض العكس hydrolysis breaking down polymers، عملية هدم. ولاحظ شو سويت، إذا بتلاحظ السهم I'm adding water، فأنا بضيف، فإضافة المي بتعمل لي lysis أو lysis اللي هي عملية breaking down، عملية التحطيم. فأنا لاحظ ضفتها بين ثلاثة وأربعة، فأنا فصلت الفورث مولكيول عن الون والتو، فصار الفورث لحال وضل الون والتو والثري لحال. Make sure you know the two definitions. Dehydration, synthesis, removing water. Hydrolysis, breaking down, adding water. Move on to slide number 8. It talks about the diversity of polymers، تنوع البوليمرز. إذا بتطلع على الطبيعة we can see thousands of polymers. ليش؟ لأنه كل بوليمر مكون من monomers زي تقريبا الأسماء names. You see thousands of names. ليش؟ لأنه في عندي أحرف سواء مختلفة أو متشابهة لكن ترتبت بترتيبات معينة فصار في عندي names. A cell has thousands of different micromolecules. لاحظ السل يعني خلية واحدة صار عندها عدد وكم هائل من الماكروموليكيولز، فما بالك بجسم الإنسان كامل المكون من ملايين الخلايا. Macromolecules vary among cells of an organism. vary تختلف، فالماكروموليكيولز تختلف من الخلايا الموجودة في الأورجانيزم. بمعنى آخر cells أو الماكروموليكيولز inside my liver بالكبد تبعي it's totally different from my lungs from my stomach and so forth. Vary more within a species، تختلف من species to another، من كائن حي لآخر. And vary even more between species، يعني لو بدك تقارن الميكرومولكيولز between human الإنسان and seal الفقمة، فراح تشوف إنه في variety كبير موجود أو اختلاف كبير. راح نلاحظ إنه في عنا نسبة الدهون في السيل في الفقمة راح تكون عالية جدا مقارنة مع الإنسان، وبالعكس البروتين في الإنسان راح يكون أعلى منه في الفقمة. A huge variety of polymers can be built from a small set of monomers، زي ما حكينا أنا بجيب المونيمرز وببلش أبني فيها. إذا عندي مونيمر من 13 بوليمر من 13 مونيمرز راح يكون مختلف عن بوليمر مكون من 15 مونيمر أو من 13 مونيمر بترتيب معين، وهذا اللي بيعطي الاختلاف الواسع بين البوليمرز. Slide number 9, it talks about the classes. زي ما حكينا في عندي 4 classes: carbohydrates, proteins, lipids, nucleic acids. فإحنا راح نبلش إن شاء الله فيهم each class، نتعرف على المكون الأساسي لكل class، بعدين على الفانكشناليتي تبعت each class based on its structure. فراح نبلش إن شاء الله بالcarbohydrates أو الكربوهيدرات أو مرات بترجموها بالعربي النشويات. و please يعني try to understand the English terms لأن هي اللي راح تساعدك في الامتحان. كثير من الطلاب بصير يقرأوا ترجمة بالعربي لما يجي الامتحان بالإنجليزي ببطل يعرف شو المطلوب.
فالكربوهيدرات serve as fuel, هي بمثابة الوقود and building material. So that's why we are eating foods from made of carbohydrates, لأننا نتزود بالطاقة. فشو الكربوهيدرات؟ في ناس بيسموهم include sugars, السكريات, and the polymer of sugars, ومبلمرات السكر. The simplest carbohydrates are monosaccharides. لاحظ مونو أحادي. Saccharide اللي هي السكريات من كلمة سكر. سكر بالإغريقي هي عبارة عن sugar وبالعربي سكر. فالكربوهيدرات مكونة من monosaccharides اللي راح تكون لي later on ما يسمى بالpolysaccharides. مش كنا نحكي مونيمر بوليمر؟ هلا بدنا نصير نخصص كوننا بنحكي عن كلاس معين اللي هو الكربوهيدرات، فبحكي مونوساكرايد بكونوني مع بعضهم البعض بوليساكرايد. لو سألتك سؤال what kind of reaction is this؟ تحكي لي مونو كونوا بولي، معناته أنا ببني، معناته dehydration reaction. Carbohydrates macromolecules are polysaccharides، متعددة السكر. Polymer composed of many sugar building blocks. فالمونو بالحالة هاي راح يكون sugar building blocks. ننتقل لسلايد نمبر 10 اللي هو بحكي لي عن الشوجر. زي ما حكينا في عندي المونو saccharides have molecular formula that are usually multiple of CH2O. لاحظ هاي المين فورمولا. لنفرض حطيت الآن C2، شو اللي بده يصير؟ معناته C2H4O2. حطيت C3 يعني ثلاث كربونات، C3 بضرب ثلاث H6O3 and so forth. فعندي الآن الجلوكوز، لاحظ ست كربونات، فبدخله على المعادلة اللي فوق اللي هي CH2O، شو بيطلع عندي؟ C6 لأنه ست كربونات، معناته هاي ال H2 بدها تنضرب بالستة بصير H12O6. Is the most common monosaccharides. You might see it in the exam. سؤال. The most common monosaccharides is glucose. أو مرات جزء جيب لك إياها بالرموز اللي هي C6H12O6. لاحظ مونو معناته أحادي. Monosaccharides are classified by. حتى السكريات الأحادية تصنف بطريقتين أو من خلال عاملين. The first factor is the location of the carbonyl group اللي هي C double bond O as aldose or ketones اللي هي الألدوزات بالعربي والكيتونات أو الكيتو يس الكيتونات أو بسموها الكيتوزز أو الألدوزز. هلا راح نشوف location of carbonyl group. هلا راح نشوف السلايد اللي بعدك شو المقصود فيها، هل هي طرفية ولا جاية بالوسط. The number of العامل الثاني the number of carbons in the carbon skeleton. بالكربون سكيلتون the number of carbons في عندي بجوز 3 كربون، بجوز في عندي 5، بجوز في عندي 6، فكل مرة بياخذوا اسم معين. فننتقل لسلايد نمبر 11. راح نشوف بسلايد نمبر 11 في عندي 2 panels، في عندي اللي على اليمين في عندي الكيتوسز أو ما سموهم الكيتون شوجرز، وفي عندي على جهة الشمال الألدوسز اللي هم الألدهايد شوجر. الآن بتلاحظ إنه هذا كل بانل مكون من 3 parts، ثلاث مربعات. الآن إذا بتلاحظ على اللي على الجهة اليمين، خلينا نشوف العامل الأول ونتطلع على الهايلايتد كاربونيل جروب اللي هي سي دبل بوند أو. بنلاحظ اللي جهة اليمين اللي هي الكيتونات أو الكيتوسز، كل الكاربونيل جروب كلها in the middle of the carbon skeleton، في وسط الهيكل الكربوني للمكون. لاحظ سواء اللي بالتوب او ذا ميدل او ذا باتوم وان، فبلاحظ على الكربون الجروب وين موجوده؟ في الوسط. مجرد ما شفت الكربون الجروب بالوسط مباشره بحكي هذول مجموعه كيتون شوجرز، هلا بغض النظر عن عدد الكربونات او كيتوسز. ننتقل على الجهه الشمال اللي هم الالدوسز، لاحظ وين موقع الكربون الجروب؟ دائما بيريفرال طرفيه، فلاحظ سي دبل بوند على الطرف، بالنص على الطرف، واللي بالاخر برضو على الطرف. فهاي رول نمبر 1، الدوسز معناته بيريفرال
كربونيل جروب او طرفيه. كيتوسز ان ذا ميدل، او ما بسموها امبيدد، محشيه بالوسط. فهاي اول فاكتور. الان نيجي على الفاكتور الثاني. اذا بنطلع على جهه اليمين او التوب بارت، سواء اليمين او اليسار، وعديت عدد الكربونات الموجوده في الهيكل الكربوني، بلاقي انها مكونه من 3 كربونات. فهذول شو بسموهم؟ ترايوسز. كلمه تراي اللي هي تي ار اي معناها ثلاثي، which means انه the skeletal the carbon skeleton is made of 3 carbons. فهذول شو بسميهم؟ ترايوسز. اللي بالنص بعد الكربونات 1 2 3 4 5 سواء على الجهتين، هذول شو بسميهم؟ pentoses 5 carbon sugars. لاحظ C5H10O5. اللي بالباتم اللي هم 1 2 3 4 5 6 فيهم 6 carbons، فبسميهم hexoses. فصار عندي trioses ثلاثي، pentoses 5، وهيكسوسز 6. كيف بيجي سؤال بالامتحان عليهم؟ احتمال اجيب لك 4 صور مختلفات واحكي لك one of the following is a ketose. A ketose معناته بدي اطلع على الكربون الجروب بالحالة هاي، فبجيب لك 3 خيارات الدوسز، واحد في الكربون الجروب بالوسط، فبتعرف انه الكربون الجروب بالوسط بيكون ايش؟ بيكون بالحالة هاي كيتوسيس. تمام. ننتقل الآن لسلايد نمبر 12 اللي هو جزء مكبر. لاحظ هذا البانل يعبر لي عن الترايوسيس، بورجيني الكيتوسيس والألدوسيس. سلايد نمبر 13 بورجيني البنتوسيس، أو مرات بسموهم الرايبوسيس اللي هم الخماسي. وسلايد رقم 14 بورجيني الهكسوسز اللي هم السداسيات، اللي اشهر منهم اللي اشهر شيء اللي هو الجلوكوز والجالاكتوز والفركتوز. يو دونت هاف تو ميمورايز ذس، مش لازم تحفظهم، بس لازم تميز الكيتوز من الالدوز، ولازم تميز الترايوز من البنتوز من الهكسوز. الكيتوز من الالدوز حسب موقع الكربون الجروب، والترايوز هكسوز وبنتوز حسب عدد الكربونات. نيجي ل سلايد نمبر 15. Though often drawn as linear skeleton in aqueous solution may sugar form rings. هلا احنا بنشوفهم بشكل مرسومات بشكل خط مستقيم، لكن if you put it in aqueous solution اللي هي المحاليل المائيه، الشوجر هذا بيعمل rings، بيعمل زي حلقات. Monosaccharides serves as a major fuel for cells and as raw material، مواد خام for building molecules. لذلك دائما لما ناكل وجبة غنية بالكربوهيدرات بنحس بحالة الشبع وبصير عندنا مصدر طاقة. سلايد نمبر 16 it talks about اللي حكينا عنه. فلاحظ هاي اللي الرسمة اللي على أقصى الشمال، لو سألتك سؤال لو جتنا بالامتحان قال لي is this aldose or hexose، مباشرة راح أجاوبه بقول له this is aldose. ليش؟ لأنه الكربون الجروب طرفية. إذا قال لي is this pentose هيكسوز ولا ترايوز، مباشرة بقول له هيكسوز. ليش؟ هاي شايفين أرقام 1 2 3 4 5 6، ففي 6 كربون فهو هيكسوز. لنفترض الآن لو أخذنا هذا الشكل ورميناه في محلول مائي، ما راح يضل شكله مستقيم أو بالطبيعة، لأنه معظم الكائنات الحية الوسط في هي بتكون في وسط مائي، فدائما بتكون لي شكل رينج. فلاحظ الشكل اللي أعلى البانل على إيدي الشمال هو نفسه الشكل اللي بالباتم اللي باللون الأخضر اللي تحت اللي هو بي. They are the same thing but the upper one is linear مستقيم، the lower one is ring format. A disaccharide، اللي حكينا كنا نحكي تراي اللي هو ثلاث، داي في عندي مونو أحادي، داي دي آي اللي هو ثنائي، في عندي تراي اللي هو ثلاثي، وتترا وبنتا وهكسا خماسي وسداسي. هلا عندي داي ساكرايد، سكر حكينا سكر، داي ساكرايد معناته هو سكر ثنائي. شو تعريفه؟ is formed when a dehydration reaction. لاحظ لانه انا بدي اعمل عملية بناء،
داي سكرايد عندي سكرين بدي اربطهم مع بعضهم البعض joins two monosaccharides. من اسمه داي معناته ثنائي. احتمال اجيب لك اياها دائره بالامتحان، اقول لك داي سكرايد از فورمد when a dehydration reaction joins one A, B, 2 monosaccharides, C, 3 monosaccharides, D, 4 monosaccharides. فمن اسمه disaccharide فبكون عندي 2. This covalent bond is called glycosidic linkage or bond. من اسمه كلمة glyco معناته سكري. Glycosidic linkage. الرابطة لجلايكوسيدي بالعربي ما لاش يعني ترجمة أكثر من هيك. فدائما أنا بدي أربط مونيمر monosaccharides مع monosaccharides الرابطة بتكون glycosidic linkage. Move on to slide number 18. فلاحظ إذا بتشوف بالرسمة عندي glucose A اللي هي dehydration reaction the synthesis of maltose سكر المالتوز. فلاحظ في عندي glucose زائد glucose شو بعطيني؟ بعطيني maltose. معناته أنا ربطت monosaccharide مع monosaccharide، شايف في عندي سهم بالنص طلع لي ال H2O dehydration، فأنا نزعت الماء وكونت سكر ثنائي برابطة 1-4 glycosidic linkage. هلا واحد بيسأل نحفظ هذول الأشكال؟ لا، بس بدك تعرف إنه جلوكوز زائد جلوكوز بعطيني مالتوز والرابطة 1-4 glycosidic. ليش سموها 1-4 مش 1-9؟ لأنه في عندي كربون رقم واحد من المولكيول نمبر 1 ارتبطت مع الكربون رقم 4 بالمولكيول نمبر 2 اللي هي بطريق الرابطه الجلايكوسيدي او جلايكوسيديك لينكج. On the other hand برسمه B في عندي جلوكوز زائد فركتوز اعطتني سكروز. فهاي برضو كمان مثال اخر، جلوكوز زائد فركتوز بعطيني سكروز. تمام؟ الان نيجي على سلايد نمبر 19 اللي بيحكي عن البولي سكرات. زي ما حكينا بولي متعدد، سكر سكر معناته متعدد السكريات. تعريف هذا polymers of sugar have storage and structural roles. هلا معناته صار بيحكي لي عن الفانكشناليتي اوف بولي سكرات وظيفتهم. فبيحكي لي بناء على هذا الاساس تقسم حسب الشكل الى نوعين، storage تخزين او structural بتكون يعني ذات وظيفة دعامية. The architecture اللي هو التصميم and function of a polysaccharide are determined by its sugar monomers and the position of its glycosidic linkage. فتركيبة البوليمر، نوعية البوليمر ونوع الروابط هي اللي بتحدد وظيفة البوليساكرايد، سواء انه وظيفته تخزينية او وظيفته structural دعامية. فهون ان شاء الله بدي اتوقف بالمحاضرة هاي، بدي أتوقف عند الستوريج polysaccharides اللي بنكملهم إن شاء الله للمرة القادمة. وبليز ستارت وذ مي، يعني امشي معي أول بأول على أساس ما تتراكم عليك المادة، وتبع معي وشوف شو مرات بحكي لك إذا إجا بالامتحان أو إذا سألت زي هيك، ورايت إت داون لأنه يو مايت سي إت إن ذا إكزام. وإف يو هاف أني كويشنز ان شاء الله زي ما حكيت لكم موعد المحاضره لكل شعبه راح نفتح ديسكشن فورم، ويصير في اي طالب عنده استفسار معلومه مش واضحه هي اور شي كان اسك اباوت ات. ان شاء الله نراكم قريبا في المحاضره او تسمعوا صوتي في المحاضره الجاي. والصيفي ميزته انه كل يوم كل يوم وراح يكون في تسارع، فهي المحاضره هي ساعه ونص بس لانه كميه التحميل يعني لا تسمح لي احمل اكثر من هيك فمضطر اني اوقف، فبصراحه تشوف في تسارع ب